ثم جاء ثالث القوم، وإن كان لا أريد أن أكمل الشقية، وهو داعيكم. أنا أيضا يدعي الناس أنه لي جنبة باطنية، ويختلفون في تفسيرها ومقدارها، ولا يعرف مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أنا لعله لا أعرفها، وإنما الذي يعرفها هو علام الغيوب جل جلاله. وكل من يدعي معرفتها إنما يدعي معرفتها من زاويته ومقدار إدراكه واستحقاقه. وأيضا أنا أستطيع أن أقول أن الجماعة من المثقفين، خاصة من المثقفين دينيا، جزاهم الله خير، يحسنون الظن بي، ولا يحتمل أن يكون اتجاهي الباطني باطلا.